طبعا من الكفاءات في الأمن الغذائي استشارية كبيرة الآن خارج الكويت، الآن عندها عقد مع سنغافورة. لذلك كنا حريصين حنا بعد ما سمعنا الخبر من جريدتكم وتلفزيونكم القبس، لذلك استدعيتها لتكريمها، وهي بالفعل تستحق التكريم. لذلك طلبت منها اليوم أنها تكون معاي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ونشكرها أيضا على موافقتها تبي تعمل للكويت وأهل الكويت. لذلك إن شاء الله سوف يكون بعد 10 أيام قادمة، لأن عندها سفر، وبعد ما ترجع إن شاء الله راح نوقع وياها استشارة للأمن الغذائي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. إيه والله وايد سعيدة، الله يخليكم، صدق مفاجأة حلوة. إيه يعطيكم العافية، بالعكس كان يعني مفاجأة حلوة ما توقعت من الوزير، جزاه الله خير إنه يعني شجعوني بالتخصص اللي قاعد يعني أدرسها ونشتغل فيها، ومتأملين إن إن شاء الله أقدر أفيد الكويت يعني بمثل في علمي، يعني خاصة الأشياء اللي قاعد نطبقها بشرق آسيا شلون نقدر نجيبها بالشرق الأوسط وحتى بالكويت، خاصة وقت الكوفيد شلون نقدر نساعد الأمن الغذائي ومثل نساعد تنفيذ البروتين البديل أو التكنولوجيات الأخرى اللي راح تساعد الكويت إن تكون إحنا نسميها food self-sufficient. وإن شاء الله هذا الشيء يعني شيء جميل، وإن شاء الله نتمنى أن نشتغل وياهم ونفيد الكويت بإذن الله. وصراحة يعني كان شيء يعني ممتع، يعني ما توقعت يعني بخاصة بهالسرعة إن راح مثل يكون لهم هذا الاهتمام، ووايد يعني تشرفت إنه يعني شلون يعني قدروني، قدروا مثل الشاب الكويتية أو الشاب الكويتية أو البنت الكويتية. وإن شاء الله يعني بالعكس هذا شيء يعني يشجع الواحد أنه مثل يكمل، وخاصة مثل يعني الأشياء اللي مثل مو متوفر بالكويت، التخصصات أنه نقدر مثل نعلمها من برا ونيبها نطبقها بالكويت، فهذا شيء يعني زين. وإن شاء الله نتمنى يعني التوفيق حق كل الشباب الكويتيين، وخاصة الحين مع الاقتصاد والسياسات، يعني ندري أن النفط وحتى مثل النيو انرجي راح يصك على النفط يوم من الأيام، فشلون راح إحنا راح نكون مستعدين؟ لازم نستثمر في العنصر البشري. إحنا فخورين إحنا كويتيين وإن الكويت تقدر شعبها.